خلونا نذهب سريعا لاستاد القاهره مع زميلنا احمد عبد الملك عشان نتعرف على اخر استعدادات منتخبنا الاولمبي ان شاء الله للبطوله. احمد شرفني ومنورني، برحب بيك، اتفضل. مرحبا بك يا زميلي العزيز حمزه، وارحب كل مشاهدينا ومتابعينا ومشاهدي تايم لايف بكل كامل هنا من استاد القاهره والتدريب المفتوح للمنتخب الاولمبي المصري اللي بيستعد لبطوله كاس الامم الافريقيه في مصر ان شاء الله في الثامن من الشهر الجاي. خليني اقول لك احنا دلوقتي مستنيين نزول اللاعبين والجهاز الفني لبدايه المران. خليني اقول لك الكابتن شوقي غريب واللاعبين كان في جلسه كده مع اللاعبين قبل المران، واضح فيها ان الكابتن شوقي بيتكلم عن الفتره المقبله، عن البطولة، عن طموحات وآمال الشعب المصري اللي كله بينتظر هذا المنتخب، منتخب الأمل للكرة المصرية. خليني أقول لك إن طمنا على أحمد حمدي لاعب منتخبنا الوطني اللي كان بيصيب بحالة من التسمم بالأمس، لكن أكد لي الكابتن علي عبد العزيز إن أحمد حمدي هو بالفعل معافى وإن شاء الله هيكون النهارده متواجد في التمرين. كمان خليني أقول لك إن المنتخب الوطني الأمي ده هيكون التدريب الأخير مفتوح للإعلاميين، بعد كده الكابتن شوقي غريب هيقفل على فرقته خلاص للاستعداد البطولة الأفريقية. معانا منتخبات قوية زي مالي والكاميرون وغانا، أكيد إن شاء الله أملنا وأمل كل المصريين في المنتخب الأولمبي كبير، بيضم لاعبين كبار زي ما أنت بتقول يا يحيى، رمضان صبحي، صلاح محسن، أحمد حمدي، أعتقد كل اللعيبة دي لعيبة نجوم كبيرة في فرقها وفي المنتخب الوطني الأولمبي والمنتخب الأول إن شاء الله في القادم. يحيى الكابتن شوقي غريب هيكون معاه مؤتمر صحفي قبل المران مع جميع الإعلاميين، وإن شاء الله المران هيبدأ، ولو ليك استفسار أنا معاك يا يحيى.